وعود ترنيمي وعود للرب المعبود برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود ترنيمي وعود لإلهي الجود بطلب ملك المسيح على حياة يسوع من فيض القلب عرفان وحب ترنيمي جديدة برنم للرب وغني لسيدي لحني وأناشيدي ورنم لإلهي ما دمت موجود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود. ترنيمتنا اليوم ترنيمة شكر العنوان تبعها أشكرك أشكرك في كل حال وأشكرك على كل حال. كنت بتأمل بصلاة الشكر الصلاة العظيمة اللي فيها تلاقي الإنسان بيشوف أشياء ما بيشكر عليها دائما فلما بيوصل لحقيقة عمل الله في حياته ما قال له أن يشكر في كل حال في كل شيء في كل وقت في كل ظرف مش لأنه إحنا مستنيين إله بيقولك يلا أشكرني 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 لكن هو طالب أن يكون العابدون بقلوب شاكرة الإنسان اللي فاهم اللي انعمل معه بحياته اللي مقدر العطية بيعيش في امتنان مستمر وشكر مستمر وهذا القلب اللي ربنا بيتعامل معه الشخص المنكسر في امتنانه وشكره ومحبته لما عمل معه هذا الإله العظيم. طبعا أنا بصلي في هالمفاهيم وبشجعك تصلي فيها دائما اجعلني أشكر أكتر يا رب ساعدني أكون ممتن أكتر من فضلك ابنيني في شكرك لأنه الشكر هو يمكن أرقى ما يوصل إليه العابد إذا تعبد وشكر وامتن رح يسبح ورح يرنم ورح يبتهل قبل ما يطلب طلبات إله ويا رب أعطيني ويا رب أعطيني لا يا رب أشكرك يا رب أعظم اسمك يا رب أمجدك ساعدني تكون حياتي شكر في شكر لجلالك لأنك مستحق في اسم المسيح أمين. ترنيمة أشكرك كلمات بسيطة ولحن بسيط جدا ممكن تقولها في كنيسة أو مع شعب الرب العابد في اجتماع إنه بتقول الجملة والشعب بيكرر وراك الجملة تعالوا نسمعها مع بعض ونتعلمها ببساطتها أشكرك أشكرك في كل حال في كل حال أشكرك أشكرك على كل حال قولوا معي أشكرك في كل حال أشكرك على كل حال أشكرك 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 رب الجلال أشكرك في كل شيء أشكرك على كل شيء أشكرك أنا بشكرك بشكرك في الرحب وفي الضيق أشكرك
على الصليب على نعمة الابن الحبيب. أشكرك 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 لأنك أسبحك في كل حين أباركك ربي الأمين. أسبحك في كل حين وأباركك ربي الأمين. أمجدك طول السنين. أسبحك في كل حين وأباركك ربي الأمين. أمجدك طول السنين. أشكرك في كل حال أشكرك على كل حال. أشكرك أنا بشكرك أشكرك رب الجلال. أشكرك. ترنيمة وعود ترنيمة أشكرك مكتوبة على مقام نهاوند الفا أو F minor. وزي ما لاحظتوا الترنيمة تكرارية، يعني أنا بقول جملة والشعب بقول جملة معي، أو الموجودين معي بنصلي مع بعضنا وأقول له أشكرك، بقول له أشكرك في كل حال في كل حال. أشكرك أشكرك على كل حال على كل حال. أشكرك 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 رب الجلال. ممكن كمان تكتب أو تكتب كلمات من عندك لها الترنيمة، تقول له أشكرك على اللي بتعطيه، أشكرك على اللي أنا فيه. ممكن كلمات كتير كتير وأنت بتشكر، لو عجبك اللحن وحبيت تصلي فيه. وياريت تفكروا بهالفكرة معي، إنه خد شيء بسيط بتصلي فيه وحط له لحن بسيط عشان يكون قريب لقلبك وأنت بتصلي. لما تتذكر تقول له أشكرك، مش دائما يكون كلام، يكون بلحن كمان. ولما يكون بلحن بيكون أقرب لقلب الناس اللي بتسمع والناس اللي بتسبح وبتعبد معك. يا رب تكون هالفكرة وصلت ببساطتها. أنا بحاول في كل مرة بصلي بجملة أو الرب بيحكي معي بجملة، اللي هي جملة شكر، جملة عبادة، جملة تسبيح، غير على أني بحاول أكتب ترنيمة. أنا بحاول أصلي وأتعبد، الرب بيعطي جمل، مزمور صغير بتقرأ بتلاقي في فقرة صغيرة جذبتك، أيها الرب وسيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، فبتحط لها لحن. موضوع حط اللحن بسيط جدا وصعب جدا بنفس الوقت. طبعا هي العطايا اللي بيحط لحن حلو أو اللي بيحاول أو اللي بيعمل أو بيجتهد وبجد، كل العطايا لازم ننسبها للعاطي، لأنه لا كل الفضل فيها. قوله يا رب أعطيني لحن وبيعطيك لحن. ومش كل شيء أنا بعمله زي ما بيقول بيكون لحن غير طبيعي والناس بتقول واو، لكن الأهم من يقولوا واو يا لطيف اللحن، شو كان غريب وشو كان حلو، لا يقولوا
يا رب هاللحن لمس قلبي وقدرت أصلي فيه، بسيط مش بسيط، مركب معقد مش مهم، يا رب لمس قلبي وقدرت أصلي فيه. هاي حلاوة الترانيم اللي إخواننا وإخواتنا المباركين اللي بيكتبوا ترانيم وبرنموا، بنقول الترانيم الفلانية وصلت لقلبي ولمست قلبي، هو بيكون عمل نعمة في حياتك قبل الترنيمة وجاهزيتك لاستقبال الكلمة، مثل الوعظ بالضبط ومثل الصلاة بالضبط، جاهزيتك انك تستقبل وترسل مع الله. في الترنيم انت بتاخد منه دائما وبتعطي، بتاخد منه بتحاول تفهم شو قال لك، طبعا هو بيكون قايل اشياء كتير عميقة ولو عرفنا نفهمها من اول مرة بتغير حياتنا على طول، لكن انا بتاخدني وقت كتير، فكل يوم باخد منه شوي، يا رب اعطيني شوي جملة في ترنيمة، كلمة في ترنيمة، وببني نفسي وببني إخواني وإخواتي من خلال الترنيمة. ساعدنا يا رب أنه تكون ترنيمنا دائما وتسبيحنا وأغانينا اللي منغنيها إليك ترنيم متجددة، ترنيم مملوءة منك وفيك يا سيد. أمين. مقام الفا ماينر. ما فيش فيه ربع تون زي ما لاحظتوا، فيمكن سهل عزفه على آلة غربية مثل الجيتار مثل البيانو، وأترككم في رعاية وفي سلام المسيح يكون معكم دائما ويدوم فيكم لغاية ما نلتقي في الحلقة الجاي. ترنيمة وعود.